السلام عليكم. دكتور، في ظل الفتن المتلاطمة التي تحيط بالأمة وخاصة الشباب في هذه الأيام، وإحنا نعرف الكثير من الشباب غير قارئ وغير مطلع ويعيش في ظل العولمة الكبيرة، وخاصة دخول الإنترنت ودخول وسائل التواصل التي تأخذ من الشخص كل ما آخر. احنا نتمنى ان نسمع نصيحتك لهؤلاء الشباب وتعطيهم استراتيجيه بسيطه في مقاومه هذه المباريات وهذه البناء. جزاك الله خير. والله نصيحتي طبعا وابنائي وبناتي بسيطه ويسيره، واسال الله ان تكون ايه يعني فيها البركه والخير. وهي النصيحه التي نصحت بها اخا فاضلا من دوله عربيه جاءني قبل اشهر يسيره، وهو من جملة الملاحدة، وصلى خلفي طبعا فقط يعني إيه مجاراة للناس على أنه ملحد لا يؤمن أو لم يعد يؤمن بالذات الإلهية، لأن الله موجود شيء يعني داهية ولكن لها واهية بفضل الله عز وجل. نعم. وبعد أن فرغنا خرج وقال: يا أخي أنا من أحبابك، وأنا من البلد العربي الفلاني، بلد كبير، وأنا هكذا يعني تقريبا ضمن رابطة أو شيء يعني أشبه بهذا من الملاحدة، شباب مثقفون جامعيون وكذا، وكلنا ملاحدة، لكننا نتابع خطابك ونأنس به لأنه يعني يحاول أن يخاطب العقل ويقترب منه. فبماذا توصيني؟ بماذا تنصحني؟ وجاء قلت له: الأمر والخطب يسير جدا يا أخي. قال لي: كيف؟ قلت له: ما في وقت الآن، لا عندك ولا عندي أن نخوض في دقائق المسائل الفلسفية واللاهوتية، لا لا، الأمر يسير جدا. وهو الذي ختمت به الكلمة اليوم القصيرة إليكم إخواني وأخواتي. قليل. قلت له: لو كان الله تبارك وتعالى في وهلك وظنك محال الوجود، وهو عندنا في يقيننا واجب الوجود بذاته لا إله إلا هو، وفرض المحال ليس بمحال، فرض المحال ليس، فافرض أنه موجود، افرض أن الله موجود، حط احتمال يا سيدي. قال لي: نعم. قلت له: توجه إلى هذا المفروض أنه موجود لا إله إلا هو بهذه النية، قل لهم: كنت موجودا. وهذا حصل على فكرة، حصل مع عدد كبير من الملاحدة في لحظات شدة. الآن ربما أحكي لكم قصة واحدة إن شاء الله عن رجل سوري أستاذ فلسفة في جامعة دمشق، حصل مع غربيين كثيرين. قل له: أنا صادق في إنكارك، أنا صادق في إنكارك، نعم إذا كنت صادقا، لكن كنت موجودا وأنت تعلم صدق نيتي في الوصول إليك والاستدلال عليك، اللهم فلا تخذلني ولا تخلي بيني وبين نفسي، ودلني عليك كما دللت عليك من عرفك. فالرجل سمع الكلمات هذه انفجر بالبكاء، هذا الملحد العربي الجامعي انفجر بالبكاء واعتنقني ويبكي. قلت له: قد وصلت يا أخي، أنت عارف. قلت له: خلاص انتهى، وانتهت مشكلته. فأريد أن أقول لأبنائي وبناتي: إياكم أن تدخلوا هذا الباب من باب التظاهر، من باب التظاهر أنني لدي إلمام بالفلسفة وبالفكر وأنني بدأت أتشكك وأنني ربما ألحدت أو ألحد الناس. إياك أن تلعب هذه اللعبة، أنت تغامر أو أنت تغامرين بمصيرك الأبدي، ولو مت ولقيت الله على هذه الحالة فأنت من الهالكين، إياك. أما إن كنت مشوشا بالفعل، مشوشا، وربما يعني صرت يعني كما يقال ضحية لشك، ضحية لتردد ولا تعرف، وربما توقفت في المسألة تقول: لا أدري، هل الله موجود غير موجود؟ فأنا أقول لك في الحقيقة: لا تستعجل يا ابني ولا تستعجل يا بنيتي، قبل أن تواجه نفسك بهذا، اذهب وتعلم في البداية، اذهب واقرأ كفاية. مش معقول أن يأتي شاب صغير سنة أولى جامعة أو حتى سنة رابعة جامعة لم يقرأ في أسس العلوم ولا حتى العلوم العقلية، ولم يحكمها ولم يدرسها، ولم يقرأ أدلة الموحدين وأدلة المؤمنين بالله تبارك وتعالى حتى من غير المسلمين، على الله وعلى وجوده، ويقفز أو يهجم ابتداء على كتب ملاحدة العصر خاصة مثل دوكنز، هذا هو عالم وليس فيلسوفا أصلا، أو دانييل دينيت وأمثال هؤلاء، ويقول لي: أنا تشوشت وأنا أشك. لماذا فتنت نفسك؟ لماذا فتنت نفسك؟ لماذا فتنت نفسك؟ ك
كأنها إرادة الإلحاد، إرادة العبث بالاعتقاد. يا إخواني نحتاج شيء من المصداقية، أقول لهم شيء من المصداقية قبل أن تلج هذه السبيل الردية المهلكة. استكمل استكمل العدة، لو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة، ولكن كره الله بعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. إياك أن تكون من القاعدين ومع القاعدين، صحيح؟ أبدا. النية إذن مرة أخرى، النية وبعون الله تبارك وتعالى، بمثل هذه النية، بمثل هذا الاستعداد، بمثل هذا الاجتهاد، بعون الله تبارك وتعالى، حاشا لهادي أهل السماوات والأرض أن يضلك، وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. الله هو رازق أهل السماوات والأرض، أليس كذلك؟ خالق السماوات والأرض وما بينهن، صحيح. كذلك هو هادي أهل السماوات والأراضين، فهل تضيق هدايته عن هدايتك؟ طب هو هدى فلاسفة عظاما عقولهم أكبر من عقلي وعقلك ربما عشرات أو مئات المرات، هداهم ورسخ يقينهم بالله، هدى علماء فحولا أفذاذا في الطبيعة والفلك والرياضيات وسائر العلوم. لماذا لا يهديك؟ العلة من القابل لا من الفاعل، كأنك لا تريد الهداية، كأنك لست صادقا في طلبها. أما ما يحيك في صدرك من الشبهات والتشغيبات التي يلقيها إليك المشغبون، فأنا أقول لك أمرها أيسر مما تظن، أمرها أيسر مما تظن. وأحيانا وبنور الله طبعا بلا شك، أحيانا يبنى بناء كبير هرم عظيم من الإنكار على أساس واهن جدا قرره صاحبه من لدن أو قرر له، فإذا ما هدم وأزيل هذا الأساس أو الأس انهدم البناء كله، تداعى مرة واحدة. هذا الذي يحصل مع الملاحدة في الحقيقة. أختم لكم بالقصة التي وعدتكم بها. أستاذ الفلسفة في جامعة دمشق، وكان فيما يبدو ملحدا عن قناعة الرجل. ستسألوني هل يمكن أن يلحد المرء عن قناعة؟ أقول لك نعم، لا أنكر هذا. كيف طيب؟ مشوش، كما يقولهم بالإنجليزية confused، يكون مشوشا في استدلال معين، قدم مقدمات خاطئة بعضها يكون مضمونا فلا يتم البرهان أصلا، يخطئ في خطأ معين، تورط في خطأ. وهذا يحصل لفلاسفة كبار يقدمون مقدمات يكون فيها شيء من الخطأ. إذن كل البناء مبني على خطأ، مبني على باطل، باطل مجموع البواطل، باطل سلسلة من من أباطيل تكون أيضا سلسلة باطل. فهذا مشوش المسكين. المهم لم يرزق بأولاد، في آخر عمره تقريبا لما تقدم به العمر رزق ببنية، حتى إذا تقريبا نهجت السادسة أو السابعة وكانت منه وله ملأ السمع والبصر، كان الضياء الذي يرى عليه نور الدنيا وأهلها، يصطحبها معه حتى إلى محاضرته في الجامعة. ثم ذات يوم من الأيام انحرفت صحة البنية وبدأت حرارتها ترتفع، تعطى مضادات حيوية مختلفة لا تنزل الحرارة. ذهب إلى أطباء عاديين ثم أطباء إخصائيين متخصصين كبار، قالوا له هذه حالة نادرة تحدث في كل كذا وكذا، ربما في المليون في كذا مرة، وإلى الآن لا نعلم لها علاجا. أيقن الرجل بهلاك ابنته، ضاقت عليه الدنيا بما رحبت، استنفذ كل الحيل والأسباب، هي أعز عليه من نفسه هذه البنية، ماذا يفعل؟ سبحان الله، ذات ليلة من الليالي وأمها تعللها جالسة عندها وهو في غرفة خطر له، لماذا لا أقوم أغتسل لأول مرة يفعلها وأصلي لله كما علمنا في الصغر؟ فقام اغتسل وجاء توجه القبلة هكذا ويروي للغة، وقال يا رب أنت تعلم أنني لا أصدق بك، أنت تعلم هذا مني، لم أقع إلى الآن على ما يقنعني بوجودك، لكنك قد تكون موجودا وأنا ضللت السبيل إليك، اللهم إني أعاهدك إن كنت موجودا. إلى الآن هو شاك المسكين، أنك إن كنت موجودا وأنعمت علي بشفاء بنية الوحيدة هذه أن أعبدك حتى ألقاك مخلصا صادقا. يقول هذا البروفيسور
والله ما أتممت هذه الدعوة حتى صاحت زوجتي: يا فلان يا فلان، نزلت الحرارة. وشفيت ابنته، وبعد ذلك لا يفارق المساجد. أستاذ فلسفة، أستاذ فلسفة. ولذلك يستحيل أن عبدا يستهدي الله ثم يضله الله. قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين. من شاء الهداية أصابها بإذن الله. نسأل الله تبارك وتعالى أن ينور ضمائرنا وأن يقدس سرائرنا وأن لا يخذلنا لا في الدنيا ولا في الآخرة. جزاك الله خير. حياكم الله يا سيدي. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك. آمين. ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك. آمين. ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. آمين يا رب. واجعلنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أبقيتنا. آمين. واجعل الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا. آمين. ولا تجعل مصيبتنا في ديننا. آمين. ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. آمين. ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. آمين. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.